جلستنا الحوارية هي لأسمع منكم، وهي نوع من أنواع المشاركة في صنع القرار، وهو ما تصبو إليه الحكومة خلال الفترة الماضية من خلال مسارات التحديث الثلاث التي أقرت والتي بدأنا في تنفيذها. استراتيجية الوطنية للشباب، لدينا ملتقيات للريادة والابتكار، سيكون لدينا حاضنة ابتكار في كل محافظة، مستمرين بتطوير بنيتنا التحتية في محافظة العقبة. في مجال التحديث السياسي نأمل دوما بمشاركة فاعلة لشبابنا وشاباتنا. سنضع برامج مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبرامج أيضا مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، منفتحين لجميع منظمات المجتمع المدني لغايات وضع برامج وتنفيذها في المراكز الشبابية المختلفة. جلالة الملك برؤى بالورقة النقاشية الخامسة حكى احنا الشباب بدهم يكون لهم دور بالتغيير، وركز على العملية السياسية. هسه العملية السياسية والأحزاب تتطلب شاب واعي، تتطلب شاب مدرك للقانون. فاحنا اليوم وزارة الشباب شو خطتها؟ انه يكون في توعية مستمرة، مش فقط مقتصرة على المعسكرات الشبابية. ايش الدور اللي ممكن تعمله وتساهم فيه، وهي احد المظلات الكبيرة اللي تستضل تحتها الشباب؟ برنامج المعهد السياسي الموجود في وزارة الشباب، هذا البرنامج بشقيه الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي، خرج العام الماضي 165 شاب وشابة، وهذا العام سيخرج هذا العدد أو أقل بقليل. مستمرين في هذا البرنامج لخلق قادة شباب يكونون قادرين على إحداث التغيير في محافظاتهم. سيكون أيضا هناك دور لهذا المعهد، بسوى أنه يكون في عنا مدرسة تعنى بالعمل التطوعي طالعة من نفس الوزارة، مدرسة تتبنى نهج العمل التطوعي الصحيح اللي تضم كل المبادرات والأفرقة التطوعية الموجودة بالمحافظات لحتى تحتويهم بالشكل الصحيح، بما أنه في برنامج خاص بتوطين المبادرات الشبابية في وزارة الشباب. وضع أسس لتوطين ودعم المبادرات في وزارة الشباب، رصدنا لهذا مبلغ 100,000 دينار لهذا العام سنبدأ به، سيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم، وسيكون هناك موقع إلكتروني متخصص لغايات دعم المبادرات وآلية لهذا الموضوع. اليوم أنا حاب أحكي عن شغلة كتير أنا بحبها في وزارة الشباب، اللي هي مبيت الشباب، اللي هي بيوت الشباب. اليوم بيوت الشباب بتقدم خدمة للشباب من جميع المحافظات، ولكن معليك بحاجة إلى تطوير كبير. بتفق معك أخي عمر، بيوت الشباب بحاجة إلى تطوير. اليوم بدنا دور للشباب داخل بيوت الشباب. دربنا 10 شباب في كل محافظة لغايات أن يقوموا بهذا الدور، ونسعى أن نطور جميع بيوت الشباب. هناك تفكير الآن مع وزارة السياحة لتحويلها إلى نزل شبابية. أول لاعب عربي أردني يحرز سنتين مبتريات أفضل ناشئ عالم بسباحة الزعانف. ممتاز ما شاء الله، ما شاء الله أبدعتوا. ناقصكم إشي؟ أي شيء؟ إن دعمك معنا، بس دعمك للشباب وهم كل الدعم، كل الدعم والله، بيض الوجه. بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية.